السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. اليوم احنا معاكم لكي نجاوب على اهم سؤال مطروح هذه الايام ودائما بيتم سؤال عنه، الا وهو لماذا لم يتم ايقاف قطار ابو قير ولماذا لم يتم البدء في انشاء مشروع مترو اسكندريه. في البداية لو كنت حضرتك أو حضرتك من المؤيدين للمشروع أو المعارضين للمشروع، أحب أوضح لكم إنه إلى الآن لا يوجد أي معلومة مؤكدة، لا يوجد أي معلومة صحيحة عن موعد إيقاف قطار أبو قير والبدء في إنشاء مشروع مترو اسكندرية جديد. وإن كان تم نشر امبارح 18 مايو خبر تفصيله بيقول إن في منحة 600,000 يورو، منحة من البنك الأوروبي لتمويل مشروع أبو قير، ولكن دون الحديث عن موعد إيقاف قطار أبو قير أو البدء في مشروع المترو الجديد. في البداية لو حضرتك أول مرة تتابعنا، يا ريت تشترك في القناة، يا ريت فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزلوه. الأهم والمهم ما تنسوش تدعمونا بلايك من أسفل الفيديو. لو حضرتك مفيش عندك معلومات مسبقة عن قطار أبو قير أو عن مشروع مترو اسكندرية، احب اوضح لسيادتك ان قطار ابو قير قطار داخلي داخل اسكندرية، قطار مهمته الاساسية ايصال او نقل الجمهور من غرب اسكندرية الى الشرق او العكس. بداية قطار ابو قير كانت من محطة مصر الى محطة قطار ابو قير اقصى الشرق، ولكن هذه الايام بدايته من محطة سيدي جابر الى محطة ابو قير والعكس. قطار ابو قير بينقل حاليا حوالي 50% من ركاب اسكندرية بجميع الفئات العمرية والوظيفية. في وقت سابق أعلن عن البدء في إيقاف قطار أبو قير، ولكن إلى الآن لم يتم إيقاف القطار. وكان من أهم الأسباب في عدم إيقاف أو في عدم البدء في مشروع مترو اسكندرية الجديد هو عدم ترسية تنفيذ المشروع حتى الآن على الشركات اللي تم تأهيلها لتنفيذ المشروع، وهم حوالي 16 تحالف عالمي ومحلي. وبالفعل تم طرح وسائل نقل بديلة عبارة عن أوتوبيسات، وسائل نقل بديلة لنقل الحركة المتوقعة للمواطنين عند البدء في إيقاف قطار أبو قير. احنا كمان عملنا أكتر من فيديو عن هذا الموضوع. الأوتوبيسات البديلة حوالي 200 أوتوبيس، تتراوح الأجرة ما بين 3 جنيه و 5 جنيه، 5 جنيه إلى راس التين، يعني من أبو قير لراس التين ب 5 جنيه وبقية المحطات ب 3 جنيه داخلي. لو اتكلمنا عن الازالات، طبعا ده الكلام اللي بيزعل الناس كتير وهيكتبوا في التعليقات وهيشتموا. هيتم ان شاء الله ازاله جميع المحطات الحاليه، طبعا هيتم اعاده بنائها، وهيتم ازاله باذن الله جميع المحلات والاشغالات بجوار سور قطر ابو قير. ده مش كلامي انا، ده كلام السكة الحديد. ليه انا قلت في البدايه اللي في ناس معارضه وفي ناس مؤيده؟ كل واحد بيعارض وبيأيد على حسب مصلحته، يعني الناس اللي ليها محلات او ليها مصالح بجوار قطر ابو قير هي معارضه للمشروع، والناس اللي عاوزه يكون في تطور ويكون في رقي في الخدمه عايزه المشروع. فكل واحد بيقيس تأييده ومعارضته للمشروع على حسب مصلحته للاسف. في سؤال مهم وضروري يجب الإجابة عليه، ألا وهو هل يوجد إزالة للعقارات والمباني اللي هتعارض مسار المشروع الجديد المترو الجديد؟ إلى الآن لا يوجد أي قرار أو أي تلميح لإزالة عقارات أو مباني أمام المشروع، ولكن يوجد في فايل PDF على موجود على النت، موجود فيه كل أسماء المحلات والأراضي اللي هيتم نزع الملكية من طرف الحكومة. يعني هم حددوا الأراضي اللي هيتعمل فيها المحطات الجديدة، حددوا المحلات اللي هيتم إزالتها، حددوا كل حاجة بجوار الأسوار بأسميها بمساحتها بملكها. فعشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك بيتك هيتشال عمارتك هتتشال، إلى الآن بالنسبة للعماير الشقق اللي بجوار القطار قطار ابو قير لم يتم البت فيها الى الان. فبيتم تخويف الناس كل شويه على النت، اعرف بيتك هيتهد ولا لا، اعرف محلك هيتهد ولا لا، كله موجود على في الملف البي دي اف تبع وزاره النقل. لو حضراتكم عمركم ما شفتوا قطر ابو قير، احب اعرفكم الخلفيه، خلفيه الفيديو قطر ابو قير محطات مختلفه. يعني حاليا دي محطه قصر المنتزه في اقصى شرق اسكندريه، محطة قطر المنتزه. قطر أبو قير 20 محطة،
21 كيلو متر. هيتم إضافة 5 محطات جديدة إن شاء الله على 20. محطة باب شرقي هتبقى جديدة، سبورتنج جديدة، ميامي جديدة، كفر عبده جديدة، محمد نجيب جديدة. هيتم إن شاء الله في المشروع الجديد إلغاء محطة الرمل الميري اللي هي ما بين غوبريال وما بين فيكتوريا. ياريت ما تنسوش بس ادعمونا بلايك من أسفل الفيديو، ولو أنت أول مرة تتابعنا ياريت تشترك في القناة وفعل زر الجرس. احنا كده موجودين ما بين محطة سيدي جابر ومحطة الظهرية، ودي محطة الظهرية، محطة قطار أبو قير في الظهرية. طبعا هي الظاهرية لكن احنا بنقولوها الظهرية. وطبعا بعدها بكوس السوق، دي محطة قطر السوق أو بكوس، بعدها غبريال، رمل الميري، فيكتوريا، سيدي بشر، عصفرة، مندرة. ده قطر ابو قير، بجواره شريط قطر اسكندرية القاهرة المحافظات. ده كده قطر ابو قير داخل الظهرية على يمين الصورة. ده كده قطر اسكندرية القاهرة والمحافظات، على شمال الصورة قطر شريط قطر ابو قير والظهرية. طبعا على يمين دي كلها بقى ايه سموحة الجديدة والمسميات الجديدة. امامنا حجر النواتية، وأمامنا المحمودية القديمة، وأمامنا مشروع شريان الأمل أو محور المحمودية الجديد. كمان في خلف الصورة في كفر عبده وفي سيدي جابر. مترو اسكندرية الجديدة أو مترو أبو قير الجديد إن شاء الله تكون سرعته 80 كيلو متر في الساعة. هيكون وقت التقاطع ما بين القطر وقطر 3 دقايق. حاليا امامكم قطر ابو قير داخل اخر محطاته سيدي جابر. كان زمان قطر ابو قير بيوصل لمحطة مصر، حاليا في تطوير واصلاح في الشريط. قطر ابو قير نهايته او بدايته من هنا من سيدي جابر، بدايته من سيدي جابر ونهايته في ابو قير. القطر اللي على شماله ده قطر محافظات، القطر اللي في اتجاهنا احنا كده ده قطر، مش قطر ابو قير، ده قطر محافظات. الشريطين اللي امامكم مشتركين ما بين قطر ابو قير قطر داخلي وقطر اسكندريه القاهره باقي المحافظات. موجودين فين حاليا؟ احنا موجودين في المندره في شرق اسكندريه في وسط قطار شريط قطار ابو قير. ليه في الوسط؟ عشان اقول لكم اللي على يمين الصوره هو بحري السكه، واللي على شمال الصوره قبل السكه. طول عمركم تسمعوا على الموضوع ده قبلي وبحري، اقول لك هو قطر ابو قير هو اللي حاكم قبلي وبحري السكه. كل المباني والشوارع اللي يمين الصوره بحري السكه، وكل الشوارع اللي على شمال الصوره قبل السكه. بمعنى ايه؟ احنا حاليا في المندره، على يمين الصوره المندره بحري، على شمال الصوره المندره قبلي. امامنا العصافره اللي على يمين الصوره العصافره بحري، على شمال الصورة العصافرة قبلي، سيدي بشر بحر يمين، سيدي بشر قبلي شمال. خلف الصورة في طبعا المعمورة الشاطئ والمعمورة البلد وفي أبو قير. احنا كده أمامنا قصر المنتزه وجناين قصر المنتزه، على شمال الصورة شيرتون المنتزه والبحر، على يمين الصورة شارع النبو المهندس، الملاحة، العمروان. لو حد سألني عن الأسعار ما بين إبلي وبحري أقوله طبعا بحري السكة أغلى من إبلي السكة. الفرق كتير، الفرق كتير. لو مثلا لو من على البحر لشارع الملك حفني اللي هو شريط القطر، يعني الفرق نص نص. لو من جمال عبد الناصر لإبلي السكة الفرق بسيط، لو من ملك حفني بحري الملك حفني إبلي. في نهاية جولتنا يا رب تكونوا توفقنا في إيصال ولو معلومة صحيحة. لو أنت أول مرة تتابعنا اشترك في القناة بعد إذنك، فعل زر الجرس علشان